ماضي ساعة و18 دقيقة. هذا استوديو الوطنية، تحياتنا لكم، مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على حسن المتابعة، شكرا على حسن الاستماع، شكرا لكامل الفريق اللي رافقني اليوم، أنيس لوريمي في الإخراج الرقمي، في التنسيق فاطمة العبار وحميد الشابي في الإخراج الرقمي التقني اللايف ستريمينج، من هنا زاهر بن حميدة ودليل النصري، سامي العرفاوي رفيق دريدي وضياء الدين الكريفي، تعودتوا بهم ستاف البرنامج، فريق البرنامج الأساس متاع البرنامج. تحياتنا لكم، مرحبا. تود سويت الانترفيو، ضيفنا اليوم المختص في المخاطر المالية الخبير مراد حطاب. الانترفيو مع زينة. سي مراد تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. بارك الله فيك ونشكرك على استضافتي انت والفريق الكل. شكرا مجددا. سي مراد، مشروع قانون ماليه ميزانيه الدوله 2025، هذا موضوعنا باش نرجع عليه، ايضا الفائده المديريه، هل انت من دعاة التقليص تخفيض فيها ام لا تشوف لازم انها تبقى كما هي؟ جاوبني قبل على سؤال تقييمك، او كيف تصف الوضع الاقتصادي الراهن اليوم؟ لا، الوضع الاقتصادي الراهن اليوم في تونس هو وضع قاعد يتسم بتأثيرات جيوسياسية وإقليمية كبيرة. تعرفوا سيادتكم اللي اليوم ثم صراع كبير في الشرق الأوسط، ثم حرب في أوكرانيا، وثم تغيرات مناخية تلقي بظلالها بشكل واضح وليت على الاقتصاد التونسي. ثم مشكلة بتاع تزويد بالطاقة، هذه يعيشوا فيها احنا، تعرف اللي الدعم في تونس 73% منه موجه للطاقة. معناها برشا ناس يتصوروا انه الدعم للمواد الأساسية كبير ولا بالعكس، الدعم بالأساس ماشي للطاقة. اليوم عندنا تحديات عديدة داخلية وخارجية، سلطة الإشراف والمساعي الكل متوجهة نحو رفعها أو الحد من تداعياتها السلبية. على كل حال، رغم هذا الكل نجم نقول اللي في السنوات هذوما، وخاصة معناتها تو من 2024، بدينا نحسوا نوعا ما انفراج في المالية العمومية والقطاع الخارجي. أول مرة تقريبا منذ 2011 القطاع الخارجي متوازن في تونس. نعم. معناها نسبة العجز فيه 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ماهيش حاجة كبيرة. بالنسبة أول مرة كيف من 2011 التدين، نسبة التدين انخفضت، حاليا هي في حدود 78.9، انخفضت شوية، حاجة بسيطة ولكن انخفضت، معناها ثم منحة تنازلية في التدين. وكيف كيف في من الثورة لليوم زاد بدينا نفهم رواحنا شوية، الدينار ما عادش في حالة متاع انزلاق، ولو أنه هو الانزلاق متاعه صار عن قصد، معناها بإرادة سياسية، في خاصة بدأت تتوضح في 2016، واليوم الدينار التونسي استرجع عافيته إلى حد ما، خاصة مقابل الدولار واليورو. وتوانسة عانى وبرشا من طيح الدينار 52% تقريبا في سنوات بسيطة. ما زلنا في سعر الصرف بعاد شوية، ولكن على الأقل هيت نحكي، وانت حكيت على انزلاق الدينار، دوك خليني نقلب الترتيب، نمشي ملا نحكي على التيمم. لهنا الفايدة المديرية اللي ارتفعت في أكثر من مناسبة، ويعطينا سامي العرفي وأكثر تفاصيل الفايدة المديرية علاش ارتفعت للحد من انزلاق الدينار، تفاصيل بعد تقرير سامي العرفاوي. عانى النظام المالي في تونس بعد الثورة من عديد المخاطر والانزلاقات مهدت لها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبكة خلال السنوات الأولى بعد سنة 11 و2000، لتتعمق أكثر مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك وسط تناقض عجيب بين أرباح البنوك التي وصلت السنة الماضية إلى 1550 مليون دينار، وواقع اقتصادي واجتماعي منهك، ومقدرة شرائية متدهورة ازداد التدهور بسبب التضخم المالي الذي ما انفكت تتصاعد أرقامه لتصل إلى 10.4% شهر فيفري سنة 23 و2000. تراكمات ما انفكت تكبر مثل كرة الثلج بسبب غيابات الحلول العميقة لأزمة التضخم المالي لدى الحكومات المتتالية بعد الثورة، لتجد تلك الحكومات في البنك المركزي الحل المؤقت والسهل لإيقاف نزيف تصاعد أرقام هذا التضخم، ولو على حساب الاستثمار والنمو وجيب المواطن، فكان الحل السهل
السهل هو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كأحد الحلول التي يمليها عادة صندوق النقد الدولي على البنوك المركزية. وفي هذا قام البنك المركزي التونسي بين سنة 13 و 2018 و 2000 بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتسع مرات متتالية، منها ثلاث مرات متتالية سنة 18 و 2000، كما سارع أيضا سنة 22 و 2000 بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية مرتين بسبب ما ساد البلاد من تضخم مالي جراء تداعيات كورونا، لتصل هذه النسبة اليوم إلى 8%. هذه النسبة المرتفعة التي بررها البنك المركزي بامتصاص ارتفاع نسبة التضخم ظلت تراوح مكانها رغم اتخاذ معدلات التضخم المالي منحا تنازلي منذ شهر جوان 23 و2000 ب 7.3% ثم 7% شهر جويلية سنة 24 و2000 لتنخفض إلى 6.7% شهر أوت الماضي، مع توقعات بوصولها إلى 6% سنة 25 و2000. ليطرح السؤال، هل سيبقي البنك المركزي على هذه الفائدة المديرية المرتفعة وما تمثله من عبء على الدولة عند إصدارها لرقاع الخزينة ومن عرقلة للاستثمار وللاستهلاك وللحركة الاقتصادية عموما؟ وإلى أي مدى يمكن أن يسير البنك المركزي توجهات الدولة الاجتماعية والمالية والاقتصادية بعد تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر من مرة على ضرورة انسجام سياسات البنك المركزي مع سياسات الدولة وعلى ضرورة لعب دوره كمؤسسة عمومية؟ هذا هو منين نختم سامي العرفاوي في هذا التقرير الممتاز جدا اللي اعطنا فيه حوصلة مدققة شاملة، ماذا ينتظر البنك المركزي للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية؟ ما الضرر سي مراد؟ خلينا نعلق على التقرير. التقرير متميز وتقني صح تكنيك تكنيك صح. تكنيكو تكنيك ديزون با. شوف 2016 بدات مأساة الفائدة المديرية، نسميها مأساة انا باختصار شديد، مأساة موضوع الفائدة المديرية اليوم في تونس والمستوى اللي هو موجود فيه هو مأساة، وهو مخالف لأي منطق اقتصادي. الدول اللي تحب تنعش اقتصادياتها أو اللي تحب معناها تضمن أنه النسبة الفائدة ما توليش بؤرة متاع تضخم طايح في التو، على سبيل المثال ثم دولة من دول الجوار التو فيها 3% معناها، وتقريبا معطياتها تحكي على المغرب، معطياتها تشبه لتونس يعني مش بعيد. إيه علاش احنا سبقنا؟ باش نفسر لك علاش. 2016 جاءوا لفامي طلبوا من التوانسة باش يعملوا قانون استقلالية البنك المركزي. لفامي يخدم منطق معروف اللي هو المنطق الأمريكي. الأمريكان يراو في الدنيا ديما على أساس أنه يمشيوا للفينانسيريزاسيون دليكونومي، معناتها يعتبروا أنه الاقتصاد هو الكل قائم على منطق الربح والخسارة. فوقتها تم التوجه باش فما قطاع كامل القطاع المالي ولا يصور في الفلوس من جورة الدولة. سي بور سولا كي هو يصور في الفلوس من جورة الدولة، هو الفلوس باش يصورها من معناتها من الكابيتال اللي حاطه لكن للدولة يعطيه للدولة ومتو. قد ما يطلع التو ويطلع الكابيتال قد ما هو يصور. و هذاك علاش البنوك رابحة؟ شوف القطاع المالي باش نعطيك حاجة أول مرة تتقال في الإذاعة، راهو معدل الأجر في القطاع المالي يوصل معناها بروت يوصل فوق ال 7500 دينار في الشهر. 7 ملايين ونص موظف اون موين ياخذ 7 ملايين ونص. ربي يبارك ويزيد. لا مش ربي، ما هو ما دام انت باش تعطي 7 ملايين ونص يلزم عندك ريسورس تصور منها الفلوس. ها موجود الريسورس اللي فيها الفلوس اللي هو انتر اوتر هو تمام. دونك شوف في الاقتصاد ديما ثم برانسيب اسمه لو برانسيب دو لا بارتي دوبل، اذا ثم واحد رابح راه ثم واحد خاسر. هذاك علاش نسبة التي ام ام كل ما تزيد الفائدة المديرية يزيد الناس اللي ماخذ قروض تكون متضررة بشكل مباشر. فما حاجة أخرى، البنك المركزي في قانون استقلالية البنك المركزي وما عنده حتى معنى راه استقلالية خاطر موجود في شارع محمد الخامس، معناتها مش موجود في أخرى يعني مستقل. لا مش مستقل في القرارة، ما ينجمش يكون مستقل. لا يخدم في الدولة، يخدم مصلحة الدولة، يتبع سياسة الدولة. معناها أنت من كلامك أنه البنك المركزي ما يلزمش يكون مستقل بذاته. هو القانون بتاع الاستقلالية تقريبا معناها ماشيين فيه أنه كاني مسألة مهجورة، معناها تو بالنسبة للسلطة التونسية فما سلطة واحدة أكاهو، ما فماش ثلاثة سلطات وأربع سلطات مالية ونقدية واحدة. ما زال البنك شوف المركزي سيد نفسه. لا شوف حتى القانون اللي داخل مازال ما تنقحش. شوف السياسات العامة تو سامحني، إذا كان أعضاء مجلس إدارة نتاع البنك المركزي جلهم تعينهم الدولة فوالا كيفاش معناتها؟ ما دام انت تعينك الدوله معناها باش تطبق سياسه الدوله هكا ولا هم عاملين عندهم خط تحريري اخر. على كل حال باهي، مع كل احتراماتنا المؤسسه السياديه ونحترمها وكل شيء باهي،
فما نقطة مهمة اللي هي فما نظرية روج لها حتى على مستوى بعض خبراء يقول لك راو باش تطيح في الانفلاسيون في التضخم طلع في التو كي طلع في التو طيح من الكونسوماسيون معناها كي طلع في التو بطبيعة الحال دوموند على الكريدي تنقص معناها بيان التو طلع دونك دوموند على الكريدي ينقص من ينقص. هذا من المفروض لكن هذا ما صار اي بالضبط دوموند على الكريدي ينقص دونك الكونسوماسيون تطيح كي تطيح الكونسوماسيون دونك البري تطيح دونك الانفلاسيون تطيح شوي هذه نظرية ضالة النظرية التي يروج لها الخبراء اليوم في تونس فيما يتعلق باستهداف التضخم من خلال السوق من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية هي نظرية ضالة سيتون تيوري إيرونت ثبت اليوم في العالم الكل عند الباحثين أنه ما ثماش كوريلاسيون ما ثماش علاقة طردية بين نسبة الفائدة والتضخم بالعكس بالنسبة للدول اللي تضخم فيها كيما تونس عنده برشا اسباب التضخم واش معناه التضخم ساق بل كل شيء في الاقتصاد فمش كلمه اسمها تضخم ثم ارتفاع شامل ومتنامي للاسعار باه هذا ايش معناها انفلاسيون الارتفاع الشامل المتنامي للاسعار عنده ثلاثة اسباب السبب الاولاني هو دوامه الاجور والاسعار لاسبيرال بريسالير مثلا جيو جماعه هنا في 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 شركه معينه يجيو موظفين يقولوا للمعلم يقولوا زيدنا في الشهر يزيدهم دونك هو الى ريبركوت الزياده هذيك على على المنتوج معناها باش يغلي في المنتوج نتاعو كيف يغلي في المنتوج الولو الخدام هذوكم كي يجيو يشريو المنتوج باش يلقاو غالي يعاودوا يقولوا زيدنا مره اخرى ندخلوا في دوامه ثم السبب الثاني نتاع التضخم في تونس اللي هو الانفلاسيون معناتها كظاهره نقديه ان فينومين مونيتير معناتها الانفلاسيون تجي بالكريديات خاطر الفلوس راهي ما تطبعهاش البنك سنترال ما تخلقش البنك سنترال اللي يخلق الفلوس هو اللي يعطي قرض او يعطي تمويل هذاك يسمى خلق فلوس علاش خاطر وقت اللي يعطيك فلوس هو عطاك معناتها قدره انفاقيه او قدره استهلاكيه انت ما كانتش عندك وبالتالي القدره الانفاقيه هذيك الزايده تخلق اون انفلاسيون فما معنى كاينو صارت اون ايميسيون مونيتير اصدار نقدي من غير كونتر بارتي في الاقتصاد الحقيقي وثم السبب الثالث اللي هو الانفلاسيون بار لا دوموند سهله ياسر حكايه زجوجو مثلا جات بالضبط زجوجو مو عليه طلب تو يحبوا يطيبوا توانسه العصيده جاوا جماعه تكاو منا تكاو من غادي قال له 50 هو باش يشري باش يشري اللي باش يشري كيلو من قبل تغلى عليه برشا يشري الطل اللي باش يشري الطل كون يشري الطل ولا يشري نص طل لكن في الحالات الكل باش يبيع له ب 50 في سوم اللحم معناه 50 و 54 60 الانفلاسيون هذيك سي اون انفلاسيون بار لا دوموند خاطر العباد طالبه كي تطلب انت في وقت وجيز سلعه معينه بعينها وخاصه انه تونس الدوموند الي سيزونيير معناتها ديما الاقتصاد التونسي موسمي دونك هاو صيف هاو عيد هاو مولد هاو ما نعرف شنو هاو كذا كذا دونك بيان سور ترتفع الاسعار العوامل هذه تخلي انه نظريه المونيتاريزاسيون دي ليكونومي انه تولي فكره انه الاقتصاد ينبني على النظريات النقديه تخليها فكره غالطه دونك التمشي اللي مشينا فيه من 2016 بعنوان استقلاليه البنك المركزي وبعنوان استهداف التضخم من خلال الفائده هو تمشي خاطئ وانا اتساءل اليوم علاش ما نصلحوش انا عندي الجواب ما نصلحوش معناها تقول عندي الجواب علاش ما نصلحوش علاش ما نصلحوش باهي خليني نتبعك في زوز أسئلة تقول ماذا ينتظر البنك المركزي لتخفيض في نسبة الفائدة المديرية والوه ما نصلحوش علاش شوف التصليح احنا في 2024 2023 و2024 نجحنا في تصليح المالية العمومية صحيح باه اليوم تونس عندها فائض ولو بشكل جزئي على كل حال اللي عملناه في المالية العمومية في توازنات التوازنات المالية العامة للدولة وفك مع مسألة التعويل على الموارد الذاتية ومسألة الاقتراض طاح تعرف من أول العام حتى آخر جوان خذينا مليار دينار بركة معناتها من الخارج والكل مشاو مشاريع وظفوا لمشاريع الدولة وكيف كيف اليوم قاعدين نتحكموا في التدين نتاعنا خرجنا من إملاءات الجهات الدينة اليوم عندنا نوعا ما الدعم للدور الاجتماعي للدولة بدا يرجع بشوي بشوي رغم الصعوبات الموجودة في المرفق العام الدولة التونسية راي مخصصنا 20,000 مليار للتدخلات الاجتماعية معناتها دعم والإعانات تاع الفئات المحدودة محدودة الدخل والمشاريع التنموية ذات الأولوية هذا بخلاف مشاريع الاستثمار العمومي تقريبا 5,000 مليار صرفنا منهم 1836 حتى لآخر جوان معناها بين الدعم
وبين المشاريع قد 25 مليار رغم ثم حتى دولة في العالم تخصص لك 35% من الميزانية للمسألة هذه. هذه الكل قاعد يصير اليوم ونجحنا فيه في سياقات دولية صعيبة برشا. تعرف اللي فما إمكانية باش فما اقتصاديات ضخمة جدا في أوروبا كما الاقتصاد الفرنساوي يدخل اون ريسيسيون، فما إمكانية أنه الاقتصاد الألماني يكون النمو متاعه صفري يعني بروش دو زيرو، يعني هذا الكل يخلي المسألة دقيقة. ثم اللي حبيت نقول يبقى باش نكملوا راهو خاطر الاقتصاد هو مترابط، هو اسمه علم التصرف في الموارد النادرة، ليكونومي سي لا جيستيون دي ريسورس رار. باهي، فما الاقتصاد النقدي، الاقتصاد الحقيقي، والاقتصاد الحقيقي فيه تروا فولي اللي هما معناها لا سفير كونسوماسيون برودكسيون ومنظومة التمويل والاستثمار ومنظومة التشغيل. اليوم عندنا مشكلة في منظومة التمويل والاستثمار. اليوم يلزمنا نفهموا اللي راو التمويل في تونس هو بالأساس معناها التمويل جاي من القطاع المالي. تعرف اللي الاقتصاد التونسي يعيش بنسبة 90% من القطاع المالي، وراو التمويل في القطاع المالي ما يلزمش القطاع المالي يتصور روحه وقت اللي يتعامل مع الأطراف الاقتصادية أنه ربح في اللوتو. ما يلزمناش نتصوروا أنه معناها علاش خاطر أنت دورك مش باش تربح، معناها هو يدقدق جملة، معناها راهو ثم ناس معناتها معناها مش غانيون غانيون. اي ما ثماش منطق غانيون غانيون في تونس اليوم مع الاسف. القطاع المالي ما يتعاملش مع الناس غانيون غانيون، يتعامل مع الناس غانيون تري بيردون. اها فوار ميم ما يسالش، معناتها مش مشكله نبيعوك في رزقك كذا ما يقلقش. هذا الواقع اللي قاعد صاير يوميا يصير في تونس. حاجه اخرى، الدوله تعاني في فائده فوائد ماليه كبيره جراء الاقتراض الخارجي، مش مشكل ما يسالش. المهم واليوم القطاع المالي يتحط فيه ان اوبجيكتيف هو الربح الاقصى ديما ماكسيميزاسيون دي بروفي. لا راه عندك مسؤوليه اجتماعيه، راه انت باش تربح لكن فما انفراستركتور، انت موجود في ايكو سيستيم كامل. يعني انت وقت اللي الاطراف الاقتصاديه والمواطنين اللي تتعامل معاهم تخسرهم جمله، يا اخي نهار اخر باش تلقى شكون تزيد معناها تاخذ منه، ماك باش تلقاهم دقدق، باش تلقاه ايباف، باش تقعد وحدك في السوق. ما هوش منطقي، معناها لهنا فما مسألة نتاع ديورابيليتي نتاع استدامة. نقولوا نرجعوا البنك سنترال. بالضبط، هو البنك سنترال هي ريغولاتور، البنك سنترال هي معدل دورها تعديلي. البنك سنترال إذا كان هي ما تكونش في اللوجيك هذيا، لوجيك الاستدامة. أيوه. معناها ما نجموش خيبة المسعى، ما نجموش نلقاو اقتصاد فيابل. أنا بكل صدق السنة نعتقد اللي على مستوى المالية العمومية تم انقاذ الموقف، لكن على مستوى السياسه النقديه المساله متواصله كما كانت قبل. واليوم من الضروري من الاكيد انه في اقرب وقت ثم عقليه كامله، ثم توتون لوجيك، معناتها منطق كامل، تمشي كامل يلزموا يتنحى. رانا ماناش في ليزيتازوني. هي علاش توا الامريكان هما اللي جابوا النظريات هذه؟ علاش؟ خاطر الامريكان راهو ما ينجوا في شيء، ما يبيعوا في شيء. الامريكان يتبعوا في دولار ويبيعوا في دولار با بلوس. معناتها الاقتصاد الامريكي راهو قائم بالاساس على اون موني اللي هي عندها فالور في العالم الكل من عام 73 من الشوك بترولي، وتبيع وتشري في الدولار. تاخذ مثال البنك المركزي الامريكان ما يقل معناتها ولا المؤسسات الماليه الدوليه ولا غيره ولا غيره، هذاك المنطق نتاعها اللي تخدم به من بروتونوتس من الاتفاقيات نتاع بروتونوتس. احنا رانا في تونس قربت اشبه. انت حكيت على الامريكان، حكيت على البنك المركزي الاوروبي اللي مشى فيها سياسته تنطلعوا في تي ام ام، ولكن بعد خمس سنين مؤخرا طيح ونقص وفهم الوضع. هو ثم شنو اللي يمنعنا؟ شوف ثم توندونس كامله في العالم باش نستهدفوا التضخم بالتو. بالنسبه لتونس العالم الكل تقريبا عمل مارشاريير باش ينقص في التو ديريكتور الا الدول البسيطه جدا كيما تونس. انا فسرت لك، طالما في تونس ثم مكاسب لاطراف معينه بعينها من التمام، ما همش مستعدين باش يتخلوا على المكاسب الا باراده سياسيه. اراده سياسيه بمعنى قرار لازم قرار، معناتها البنك المركزي راهو تابع الدوله، راهو يخدم في الدوله التونسيه، راهو والقطاع المالي راهو يخدم في سياسه الدوله. اليوم القطاع المالي ماهوش متماشي مع سياسه الدوله، سامحني، بعيد جدا على سياسه الدوله. القطاع المالي ما يمولش مشاريع التنميه، القطاع المالي نجم يمول مضاربين عادي، واحد يضارب في سلعه معينه يموله ما يقلقوش. باركونتر هو دوره مش باش يمول المضاربه،
القطاع المالي دوره باش يمول الاستثمار، دوره باش يمول الانتاج، باش نخلقوا تشغيل، باش نخلقوا واحد. القطاع المالي زاد كيف كيف دوره مش باش يعطي معناتها دي سالير بتاع 8000 دينار في الشهر. القطاع المالي لا يتماشى سياسات الدولة. اي انا ممكن تعرفوني معناتها في كلامي معناتها نحاول نكون سانسير معناتها هذا هو نكمل معك في نفس الفكره. القطاع المالي لا يتماشى سياسات الدوله سي حطاب، وتقول لابد من قرار سياسي. قرار سياسي شو معناه القرار السياسي؟ تحب تقول هات يهبط رسميا تنقيح القانون الداخلي للبنك المركزي، البنوك ما عادش تولي تسلف باغ انترميديير، هات البنك المركزي يسلف الدوله مباشره، او لا هات راهو البنك المركزي ما عنده استقلاليه بالاساس عن الماليه العموميه وسياسه الدوله. بالضبط، ارفع عليه استقلاليه. هذا هو القرار السياسي. وشوف تو القرار السياسي في تونس وقت اللي اتخذ في مساله التعويل على الذات نجح. نجحنا في تونس باش سنة ما خرجنا من دوامه التدين وعملنا على ذاتنا، وأول مرة في تونس يمكن حتى من عام 2003-2004 عملنا فائض في الميزانية، ووزارة المالية عملت مجهود كبير الحق للأمانة فيما يتعلق باستخلاص وتعبئة موارد الدولة، فيما يتعلق بتعبئة موارد الاقتراض، فيما يتعلق بالتعويل على التدين الداخلي، واللي هو مش حاجة خايبة وعكس ما يقوله برشا عباد. تحكي على الاكتتاب. أي الاكتتاب وغير الاكتتاب وسندة الخزينة وما إلى ذلك. برشا خبراء يقولوا التدين الداخلي هو كما التدين الخارجي. لا مش صحيح. احنا التدين الداخلي هي فلوس تدور في نفس المنطقة النقدية. صحيح مكلفة شوية لكن مش مشكلة ما دام الفلوس تدور في نفس المنطقة النقدية. لا ميم زون مونيتير. اليوم وتعرفوا اللي الملامح الكل نتاع المسألة هذه معناها مسألة التعويل على الذات ومسألة الإصلاح الجبائي ومسألة يعني تعبئة موارد الدولة وتقليص من التدين وترشيد نفقات التسيير ودعم الاستثمار العمومي، هذوما راهو ما يجيوش هكاك معناها سيت اون بونسي بوليتيك استراتيجيك اقتصاد سياسي معناها سياسي. اليوم القانون نتاع استقلالية البنك المركزي يجب إلغاؤه فورا وبدون معناها لا شروط ولا نقاش ولا غيره. راهو من غير المعقول باش نطبقوا نظريه موجوده في امريكا الشماليه على بلاد كيما تونس فيها نسبه كبيره من الاقتصاد الموازي، اقتصاد ما يتمتعش بتمويلات كافيه، وفيها الثلثين نتاع العباد خارج المنظومه الماليه، مقصيين عن المنظومه الماليه. اليوم المنظومه الماليه في تونس سامحني هي منظومه اقصائيه، تتعامل كان مع اللي عنده فلوس، اللي ما عندوش فلوس يقصى. وهذا يعرفوه القاسي والديني. مش معقول 60% من التوانسه ما عندهمش حسابات في المؤسسات الماليه. وحتى اللي عندهم تقام في الروج. بهدف الروج تو في الروج 6000 مليار تقريبا. معناها البارتيكولي نحكي معناتها الموظفين. الموظفين جينيرالمون. هذا نجموا ندركوه ربما ولا لا الامور؟ لا يلزمنا ندركوه على خاطر انا وقت اللي نلقى عباد نهار اخر معناها تو بالوقت هذا خاصه راهو عندنا من نهار 2 فيفري باش يتبدل المشهد راهو الاقتصادي في تونس باعتبار انه باش تدخل مساله قانون الشيكات، دونك العباد ما عادش تتعامل باش هذاك ديجا لازم حصه واحده لازم حصه، دونك العباد باش ياخذوا كريديات. معناتها باش نفسر لك، انا قبل كنت نشري تلفزه بخمسه شيكات، توا ما عادش نجم، دونك نمشي ناخذ كريدي. اليوم اذا كانك انت الكريدي غالي، واذا كانك انت فما مواطنين ما تقبلهمش في المنظومه من اصله معناها، تعتبره ماهوش مقصى معناها، بالتالي كيفاش معناتها نولي ما نبيعوش تلافز هكا ولا، دونك اللي يبيع في التلافز شو يعمل؟ سكرها، دونك باش نلقاو مشهد كامل نبدل، راهو القطاع المالي راهو عنده اهميه كبيره في التنميه. في الرخاء الاجتماعي ما عندوش دور اجتماعي صحيح، ماهوش جمعيه خيريه، ولكن عنده مسؤوليه اجتماعيه. ما تصورش فلوس على حساب الدوله، ما تصورش فلوس على حساب العباد، ومش معقول يكون السالير نتاعك 20 مره سميك. مشروع قانون الماليه وميزانيه الدوله 2025 في الاثناء، مازلنا ننتظر في بقيه التفاصيل، ولكن صدر عن وزاره الماليه بهدف استعاده النمو الاقتصادي. هل تشوف انه هذا المشروع سي مراد قادر على تحفيز قطاعات الانتاج اللي عندها قيمه مضافه عاليه خاصه؟ هو توا على كل حال هي ملامح عامه اللي خرجت. نعم. فيها فرضيات وتوجهات، على كل حال التوجهات انا ما ريتهاش تختلف برشا على التوجهات اللي موجوده عندنا. واللي هي نجحت وزارة المالية عامنا وقدمت ميزانية، رغم اللي قلنا فيها كلام أنه ثم تقديرات فيما يتعلق بموارد الاقتراض قلنا راهي متضخمة شوية، ولكن على كل حال في تنفيذ ميزانية 2024 وزارة المالية نجحت في الحفاظ على التوازنات المالية العامة للدولة، وهذا يحسب لوزارة المالية رغم أنه ما كانش على ميزانية تكملية 2024 عناش فلا في سابقة منها بالضبط.
وما نستحقوش راهو، لانه اليوم الموارد نتاع الدوله معناها في مستوى معقول. مضبوط. تعرف في نص عام عندنا 20,000 مليار معناها موارد جبائيه. معناتها برشا ناس يقولوا لا راهو ثم ضغط جبائي كبير وهذا ما يخليش العباد تخدم. ماهوش صحيح، بالعكس اليوم مازال في تونس تم عباد يخدموا بنظام الفورفيتير، معناتها بنظام الباتين ده اللي هو معناتها اجتماعي، معناتها انسان يخلص في 400 دينار ولا 500 دينار في العام، حكايه فارغه، خاطر تنجم انت تاخذ عطار يخلص في 500 دينار، لكن العطار نتاع الدوار في قفصه ماهوش هو العطار نتاع لاك دو، ولكن هو عطار يعتبروه عطار في الحالتين. باهي العطار في لاك دو يبيع في حاجات مستورده وحاجات فاخره وحاجات غاليه وكسترا، والاخر يبيع في حاجات بسيطه وكسترا، دونك ويخلصوا في الامبو بنفس الطريقه. فما اللي حبيت نقول الضغط الجبائي موجود، ولكن عندنا القطاع الموازي زاد كيف كيف راهو ينجم يكون هو، وهذا اللي شفناه السنه في باش نشوفوه في قانون مالي 2025 وصفت، وبرشا حتى من عدد من الخبراء مش كان الناس اللي انتقدت قال لك قانون جبائي بامتياز، رغم انه وزاره الماليه كانت خرجت وجاوبت ودافعت على القانون. هل 2025 ماشيين في نفس الحكايه ام فما ربما نيه لاسترجاع طاقات الانتاج، خاصه استرجاع القطاعات استخراجية كما الفوسفات المحروقات وغيرها؟ والله شوف انا الحق مانيش ناطق باسم الوزيرة، معناها ربي عينها ويعطيها الصحة، خدمة محترمة جدا. تقريبا ما كناش نتوقع انه تنفيذ الميزانية باش يكون مستوى النجاعة هذا ومستوى الحرفية اللي صار. نعم. للأمانة هو ماهوش ما نجموش نعتبره اللي هو معناتها 2024 ميزانيه جبائيه بامتياز، لا صحيح هي الدوله في تونس من زمن حموده باشا عندها حضور في المرفق العام وتسير وتحتكر يعني تحتكر ثلاثه ميادين مهمين جدا الدوله راهو معناها هذا في مفهوم الدوله، دوله تحتكر الامن تحتكر الخارجيه وتحتكر الجبال، يعني هذوما الاحتكارات الكبرى للدوله وفق المفاهيم المعروفه. نعم. لفكره الدوله فلسفيا نحكيو. انت الدوله التونسيه اليوم ما تنساش اللي هي اكبر مشغل، هذا الكل ما لازمناش ننساوه. ما ننساوش اللي الدوله اليوم الدعم نتاعها والتدخلات الاجتماعيه 25,000 مليار تقريبا، اكثر شويه من ثلث الميزانيه. ما ننساوش اللي الدوله اليوم عندها رصيد ورثته حتى من زمن بن علي، راهو صحيح تفاقم في العشريه الفارطه نتاع التدين، احنا عندنا اليوم مسالين معناها ديون معناها في قالب بعضه 127,000 مليار، مش شويه معناها. عندنا ديون انا نجم نصنفها حتى الديون كريهه، راهو تنجم الدوله التونسيه تطلب انها ما تخلصهاش، خلينا حتى من وقت بن علي لانه ما استنفعش منها الشعب التونسي. ثم اغلب الديون اللي تخذاو على الاقل في العشريه الاخيره لم ينتفع منهم الشعب التونسي. واضح. نرجع لك او ارجعنا للقانون المالي. الكل لي كونترانت يخليوا الجبايه طالعه، اما مش معناتها كي نحكيو على هذا 2024 جبايه 2025 باش يكون نفس النسق. بون باش نحاولوا نقصوا في نفقات التسيير، نفقات التسيير خلينا نفسرها شنو هي، باش نقصوا فيهم ما يفوتوش 4% وباش يقع التحكم في كتله الاجور. باهي كتله الاجور اش معناه التحكم في كتله الاجور يتحكموا فيها بطريقتين، ثم الطريقه الاولانيه الانتدابات، معناها تقع كان باش يقع ترشيد الانتدابات كان لازم في اللازم، واللي يخرج ديجا من سنوات لا ممكن باش المساله تولي اكثر واضحه معناها، واللي يخرج ما يتعوضش، وباش يقع الحركه الوظيفي معناتها الموفمون روتاسيون معناتها اونتر لي بوست. نعم. ينجم واحد يكون يخدم مثلا في اداره جهويه في اكثر من تاشر يعني. يخدم في السياج نتاع وزاره ولا معناها وين فما البزوا، خاطر الادارات ثم ادارات شاغره فارغه ثم ادارات معبيه برشا. صحيح كلامك كله، ثم نفقات التسيير اللي هما سامحني نقص كلامك بالعسل، نفقات التسيير اللي هما مصاريف تصرفها الاداره الكونسومابل والضوء والماء ما يفوتوش 4% والبابيي والامور هذيك. فما بالنسبه لل شوف احنا لاحظنا في العشريه الاخيره يكونوا جماعه قاعدين هكا كيف نحن قاعدين يرقيوا رواحهم عادي. صحيح. شفنا عباد يعملوا لرواحهم شهري في منشآت عموميه، ثم شكون يغزر منا يغزر من غادي يحل حكايه يعمل حكايه واللي يصور في الفلوس. في وسط الاداره في وسط المنشأة عنده شهري يصور في الفلوس. اللي صار في موضوع الاجور راهو شيء تنسخ في الكتب. لليوم ثم بيانات تهبط من هياكل اجتماعيه في سياقات انها عملت مكاسب وهي تاخذ في حاجات من المنشاه اللي هي تخدم فيها
من الباتريمون معناتها. هذا الكل اليوم باش يترشد كي نحوصلوا اجمالا اليوم قانون مالية 2025 بالنسبة للتدين. أنت كارك سألت علي الموضوع باش نمشيو في نفس النسق ولا لا؟ ما قصيت علي أنت في أكثر من فرصة ولا نزرب خاطر أنا باش نعطيو كلمة لقسم الرياضة ولكن مشروع قانون مالية 2025 هل باش يكون فيه ترشيد النفقات العمومية إدماج القطاع الموازي خاصة؟ صحيح صحيح. شوف القطاع الموازي هو ريزيرفوار كبير نتاع فلوس. صحيح. انا نتصور القطاع الموازي باش نعطيك فكره معناها حاجه بركة. البارح 4:40 نتاع العشيه فما فلوس خارج المنظومه الماليه ما قيمته 22 الف مليار في القطاع الموازي يدور كلكو بار. فما شيء معناتها سول ماتلا كما نقولوا احنا وثم شيء اخر يدور كلكو بار معناها منا ومنا وثم شيء مثلا مش هذيك اكزامبل ريت بنغردان لحد هذاك فيه 2000 مليار يدور حبل على جرار ولحد ما يجي الجزائر فيها 2000 مليار زاد كيف كيف تهريب هي فلوس الدور اي بون على كل حال انشطه مختلفه باهي. القطاع الموازي احنا قبل كنا نعرفوه يقف في ليزاكس فرونتالي يقف في الحد اليوم القطاع الموازي ولا في شارع حري فوالا تتعدى اليوم تلقى واحد حاد ديجاجيت ظاهرين معناتها اللي هما من قطاع الموازي اكسسوار نتاع بورتابل على سبيدري على ما نعرف شنو. هذايا تقريبا يدور في نقولوا احنا دوره ال 40% من الناتج المحلي الاجمالي واكثر. ولا القطاع الموازي عندنا 950 الف بشر يخدموا في القطاع الموازي من غير كوفرتير سوسيال. زاد عندنا مثلا عندنا واجب اجتماعي تجاه العباد هذوكم ما عندوش تغطيه اجتماعيه يمرض طاح مشى لازمنا نكملوا توم دو دونك باش القطاع الموازي هذا اليوم ينجم يكون معناه انا في تقديري ينجم يجيب للفيسك اذا كان يخدم الفيسك معناه 100% عليه ينجم يجيب 5-6000 مليار بسهوله في العام. شكرا جزيلا المختص في المخاطر الماليه الخبير مراد حطاب. شكرا لكم على حسن المتابعه فيتكم الانترفيو تلقاوه على صفحتنا استوديو الوطنيه. شكرا انيس الوريمي في الاخراج زير بن حميد ودالي نصري امنونا لايف ستريمينغ في التنسيق كانت معنا فاطمه العبار والتحق حميد الشيبي رفيق الدريدي سامي العرفاوي ذي اديل الكريفي وزين الزيد يقول لكم ادمع تدسويت الكلمه القسم الرياضه في الامان بسلامه شهي طيبه. تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في توزر